لليوم الثاني على التوالي تواصل ميليشيات حفتر محاولاتها لبسط سيطرتها على منطقة الجوارشة، فمنذ ساعات الصباح الأولى جددت المدفعية الثقيلة التابعة لحفتر قصفها بالهاوزر والجراد على محيط بوابة الجوارشة وأشرع الشجر دون وقوع إصابات في صفوف المجلس. مدفعية المجلس استهدفت مجموعة من المشاة لميليشيات حفتر أثناء محاولتهم الاقتحام في الجوارشة، ما نتج عنه سقوط قتلى وجرحى إلى جانب قتلى آخرين لقوا مصرعهم في انفجار ألغام دمرت أيضا آلياتهم العسكرية. العمارات الصينية التي يتقاسم السيطرة عليها الثوار وميليشيات حفتر شهدت هي الأخرى اشتباكات عنيفة دون إحراز لأي تقدم من الطرفين، ويكثف الطيران الأجنبي والليبي التابع لحفتر طلعاتها على المحور الغربي، فقصفت منطقة ينفوذة عدة مرات، كذلك المناطق التي يتمركز بها الثوار كانت هدفا لها. وفي حادثة ليست هي الأولى أصابت طائرة ميغ لحفتر مدرعة تابعة لها دمرتها وقتلت من فيها.